اهلا وسهلا فيكي وبكل مصر. اهلا اهلا وسهلا فيكي دكتور غادة معنا اليوم. اكيد نحن بدنا ناخذ من معلوماتك القيمة ومن وقتك القيم. دكتور غادة الخياط holds a bachelor degree in communication engineering from Alexandria University, a master's degree in project management from Singhore University and a PhD in industrial and system engineering from École Polytechnique de Montréal, كندا. أنا بعتقد إنه أنت اليوم أعطيتيني أساس وبعتي لي التكست بالأنجلي. هلا أنا جوسي بعتبر حالي باسابل بالأنجلي، كفي اللي أنا ما قلته عشان ما أصدم. بعثت لك بالواتساب أنا جو فو كالكون مينيو نغاب مي تي نا با فو أو بيان أن فرونسي. Je n'ai pas سافا انا مش قصدي vu. افري ولا شيء، شو ما قلنا عنك قليل، نحن منك بنتعلم. انا تعرفت عليك بظروف ممتازه بالاسكندريه. بدي اتشكر على الهواء استضافتك وكرمك وحسن ضيافتك، وبتذكر لما جيتي على لبنان كمان قضينا وقت ممتع. ان شاء الله بتنعيد هذه الايام وبنرجع بنشوف بعض فيس تو فيس. إن شاء الله. أول حاجة علا، يعني ما فيش مشكلة بالإنجليش أو بالعربي. خليني أنا وأنا بأدي البرزنتيشن بتاعتي أنا هقدم نفسي شوي. أول حاجة بشكرك وبشكر مسيو خليل على الدعوة. أنا سمعت شوية ومبسوطة قوي. أنا حضرت برزنتاسيون باوربوينت ومش عارفة إذا أنت حابة يكون حوار عادي أو ممكن ايه أسأل. اذا عندك برزنتاسيون نعمل لك نفتح شير سكرين. طيب اكيد اوكي نفتح شير سكرين. I can share it. وخليني انا I will share from my device. اوكي اوكي بدنا نفتح الشير. بليز لي بعد. سي بون او باز اونكور. ثواني مش عارفة راح فين الفيشي بتاعي. اوكي اهو مفتوح. خلينا share screen, show all windows. Oh my god, راح فين؟ دكتورة غادة معاكي معاكي. ايه بدي تعرفي عن نفسك لانه انا ما بدي اظلم، ما كفيت كل البرزنتاسيون. والله والله بقول كل شيء بس يعني بقول كل شيء. صار تحكي لبناني غادة. بيان سور بحكي لبناني، بحكي كل اللغات. أنا بس خليني أشير السكرين بتاعتي. Can you see it علا؟ وي أوكي وي جو فوا تون إكران. يلا يلا بينا. أوكي أهلا وسهلا. أنا أول حاجة سعيدة، ميرسي علا، ميرسي مسيو خليل بور لانفيتاسيون. هتكلم كل اللغات. أنا بالحقيقة يعني عندي فيري جود سوفينير أو يعني ذكرى جميلة جدا من الباساج بتاع علا في مصر. علا قضت معانا وقت جميل جدا ومش عايزه اقول لكم على كرم علا. لما كنت بلبنان قضينا احلى وقت. انا صار لي 10 سنين او 15 سنه بروح وبجي على لبنان، بس يعني عند علا مش هقول يا علا عملنا ايه، يعني اكلنا وشربنا حبيبتي اهلا وسهلا، دايما بنعرفي دايما بدك تجي ومزيكا وكل شيء. فانا طبعا بشكرك وميرسي فور زوم عشان قدرنا نكون مع بعض. زي ما علا قالت انا يعني هي اتكلمت على الايدوكيشن بتاعي، بس انا حاليا انا استاذ بجامعه الاسكندريه مصر. انا رئيس قسم نظم المعلومات والحاسبات الاليه سيستم دانفورماسيون انفورماتيك انفورميشن سيستمز اند كمبيوترز، وانا في نفس الوقت جوجير البيداجوجيكال انوفيشن يونت ات الكسندريا يونيفرستي. على لما قالت لي بدك تتكلمي في ايه، انا حبيت اتكلم في الاوبن. Let's open to open education. I thought إن هو مع المشاكل اللي إحنا عدينا فيها كان يحق للشعوب العربية إنها تخفف على حالها لو كان الـ education في فكر الشيرنج وفكر الـ openness وكانت في حاجات متاحة للجميع. وهاخدكم الحقيقة من الـ presentation بتاعي حتى أصل إلى invitation أو دعوة ليكم لبعض الأشياء اللي إحنا عاملينها بكره الحقيقة actually يوم 1 مارس. يعني علا ساتون بتريبيا أو صدفة جيدة جدا ان احنا بكره محضرين ايفنت كبير جدا 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 عندنا 600 سكري، وان شاء الله تشرفونا فيه. احنا في جامعه اسكندريه طبعا زي ما قلت انا بعرف نفسي بالبرزنتيشن كمان. هتكلم سريعا عن الكرنت ايفولوشنز ان ليرنينج، على الاوبن ايدكيشنال ريسورسز موكس اند سباكس، وهكلمكم على الانيشيتيف بتاعتنا ذات وي هاف كولد او سميناها
و ER Wiki at MENA Initiative, MENA is for Middle East and North Africa. And some takeaways من the presentation أو يعني أشياء هنخرج بها مع بعض زي قصص صغيرة بنسيبها براسنا علشان نتفكر قد إيه Open Education مهم بالنسبة لنا. إحنا في جامعة اسكندرية أنا بعرف نفسي in our unit عندنا several objectives contributing to the development of pedagogical innovation داخل الجامعة, establishing a framework for the promotion and support of pedagogical innovation, strengthen the development and adoption of pedagogical approaches in the university programs, وبوجه عام the development of digital skills for students and أيوة حبيبتي. No, sorry, je m'excuse. حابة أعرفكم برضو بينا جزء من البايو بتاعتي. Our slogan in our unit is التعليم والتعلم باختلاف. واحنا فخورين قوي بكده وعايزين فعلا نختلف في التعليم والتعلم, مش بس عشان نكون مختلفين بس علشان نحقق افضل اهدافنا التعليميه. احنا we are a group of volunteers from Alexandria University ودي صورنا. We have launched a conference series short for Alexandria Pedagogical Innovation and Technology Enhanced Learning. بنتكلم فيها على several innovations actually, وبن عندنا several activities like raising awareness, networking, training, coaching and tutoring and sharing. ويمكن الهدف الخامس ده هو اللي بيدفعني لأن أنا أتكلم على initiative of open educational resources. We share what we want and we want others, what we know and we want others to share also what they know. عندنا different projects, يعني احنا برضو في اليونت شغالين على projects لتطوير التعليم الجامعي. Let's SEGA is for Lebanon, Egypt, Tunisia, serious games and for assessment. We have launched four MOOC projects. Two of them موجودين على منصة EG MOOCs, المنصة المصرية. واحد هيبقى launched برضو على منصة EG MOOCs. والرابع لسه under development. احنا بنشتغل على تطوير not only the teaching بس برضو الممارسات بتاعة الإشراف على البحوث بالنسبة لطلاب الماجستير والدكتوراه. شغالين حاليا على كتابة مشروع on the virtual labs. وخلوني أكلمكم سريعا كده على the current evolutions in learning. طبعا احنا عارفين ان مع الـ development of the internet technology والـ internet becoming more and more interactive فابتدت الممارسات برضو تتغير, and this helped طبعا not only ان احنا يكون عندنا a content that we can have and share but actually a continuity in this learning with connectivity with others and a context اللي هو ممكن يكون ملائم للـ content that we are sharing. السوشيال كونتكست بقى كمان بيسمح بالكونستراكشن اوف نوليدج بشكل ممكن يكون مفيد لكل اللي مستخدم الانترنت او كل اللي يقدر يكون connected. In fact, multimedia brought the world into the classroom and smart technologies will bring the classroom to the world. And what that's what we want actually بال open educational resources اللي انا هتكلم عليها كمان شويه. What kind of impact on learning resources and environments? هو ده اللي احنا عايزين نشوف. سؤال بنسأله نفسنا, what happens when you create and share something on the internet? حاجة وحشة دي, what can you see, use from the internet? ده سؤال برضو تاني مهم. Actually, معظم الناس في الأوطان العربية عندنا, ودي حاجة يمكن بما إن مصر ولبنان يعني قريبين أكثر من نتخيل, يعني أي مصري بيروح لبنان بيحس إنه في بلده والعكس صحيح. المشرق العربي طبعا, المشرق والمغرب مينا كلها قريبة من بعض, ولكن المشرق العربي تحديدا قريب جدا جدا جدا. فأتصور إن إحنا كلنا عندنا الممارسات إن إحنا we have something over the internet we can use it, ودي حاجة ما بتضايقناش قوي. ولو بصينا كلنا وعملنا بصينا على الكونتنت over the internet هنلاقي كله منتج من العالم الانجلو ساكسون اكتر, وطبعا من بلاد اخرى, لكن هنلاقي المحتوى العربي مش قد كده, او المحتوى القادم حتى لو هو مش عربي بس القادم من الدول العربيه مش قد كده. ليه؟ علشان احنا السؤال الاولاني اللي مكتوب بالاحمر بنخاف منه, what happens when you create and share something over the internet. ده حد هياخد شغلي, ده حد مش عارف ايه. In some cases and in other cases ممكن ابقى حاسه حالي ان انا مش عامله حاجه very competitive فحابه خايفه احطها out there. Actually, everything is possible when we share if we consider licensing. And this C is actually for the creative commons.
What are OERs عندهم number of Rs أو عدد من الحروف الR بنبتدي بيها. An open educational resources أنا بتيحه للعامة أو لمعظم الناس تستخدمه. It's something that we can reuse. It's something that we can revise. ممكن نحسن منه ونغيره. And we can mix, we can add to it and remove from it, and then we can redistribute it again, and then we can keep it, and then we can reuse it, and so on. وتستمر العجلة. زي ما باخد من resource حد حطه، أقدر أضيف إليه وأحسنه وأتيحه تاني للآخرين. بوك عامل open educational resources that we also call open content or open courseware. عندهم a number of متحورة حوالين الفري والاوبنس بتاع الشيء اللي احنا بنعمله شيرنج. لازم يكون في نمبر اوف يعني بيت اوف ليرنينج كونتنت، يعني ممكن تكون كل كورسز كورس ماتيريال، وان موديول، وان اوبجكت، وان فيديو، وان دروينج، وان الستريشن، وان بوك، وان ارتكل. المفروض يكون في نمبر اوف تولز سوفت وير تو سبورت ذا كرييشن ديليفري اند يوز اوف ذيس كونتنت، والا هنسيبه ازاي للاخرين النهارده يستخدموه. ومفروض يكون في implementation resources، يعني open educational resources are not really implemented بالبساطة اللي احنا شايفينها. لا، we have intellectual property issues، we have licenses that we have to use to promote the use and the publishing of material، we have a number of design principles، مش أي حد ينتج أي حاجة ويسيبها كده للناس، we have برضو a number of localization or globalization aspects، يعني لو أنا عايزة resources دي تكون متاحة لثقافة معينة، I have to localize it أو أستخدمها بما يتوافق مع هذه الثقافة. And if I wanted global برضو أقدر أعمل نفس الكلام. UNESCO defines open educational resources that are any type of educational material that are in the public domain or introduced within an open license. The nature of these open materials means that anyone can legally and freely copy, use, adapt and reshare them حسب اللايسنس اللي انا مديها لك. انت تقدري تكوبي بس، تيوزي بس، تادابتي بس، or you can reshare and so on. OERs range from textbooks to curricula, syllabi, lecture notes, assignments, tests, projects, audio، اي مورد تعليمي اقدر استخدمه. في نوفمبر 2019 اليونسكو اعلنت the recommendation on open educational resources، وبموجب هذه الريكومنديشن الدول الاعضاء بقت ملزمه ب what we call the self reporting، يعني المفروض تقول هي عملت ايه فيما يسمى الاوبن educational resources. طبعا في بلاد زي بلادنا، طبعا انا قبل ما الانيشيتيف اللي احنا عملناها لونشنج، انا اي فيجرد اوت ان احنا طبعا كمصر مش عاملين سيلف ريبورتنج في اي حاجه تخص الاوبن educational resources. And we are very proud in Alexandria University together with SUS University, which is our partner in this initiative, SUS University from Tunisia, to launch ال OER at Wiki, OER Wiki at MENA initiative، واللي هكلم حضراتكم عليه. So other definitions of OER exist over commons. أنا مش عايزة أطول وقت طويل، أنا طلبت من علا 10 دقائق ربع ساعة، ف I will go. ميرسي يا حبيبتي. الرينج اوف ذا اوبنس بيرينج فروم اوبن اكسس تو ريسيرش اوبن داتا، يعني احنا لسه مش عايزين نسيب فيديو ده في دول كامله سايبه الداتا بتاعتها مفتوحه. بعض اولادنا في الديبارتمنت بيعملوا ريسيرش على ريسبونس تايمز وازاي نحسنه في الايمرجنسي سيرفيسز، فاكتشفت مثلا بنظرتي لبحثي ان الولايات المتحده الامريكيه كل الـ response times بتاع الـ ambulances متاحة على portals للناس. بلد زي أيرلندا كل الـ policies، كل الـ السياسات الحكومية متاحة online بشكل يخلي أي حد يقدر يستخدمه وكل الناس تقدر تعلق عليه، وممكن ناخد الـ comments اللي على السوشيال ميديا دي نحللها بسهولة and so on، أو الـ portals اللي بيقدروا يعني يدوا الـ comments عليها. فopen data is something else. Open source software زينا في مجال الـ IT عارفين الكلام ده. Open standards حتى وإحنا بنديفلوب e-learning content ممكن يعني، وهكذا. Open research، open education اللي أنا عايز أتكلم عليه، open innovation. فيمكن this framework بيديني حاجات كتير. في النهاية كل دول تحت الأمبريلا of the open science that we are also trying to be pioneers in promoting in Egypt. Open research زي ما قلت is an example، عنده مزايا كتيرة للفاكولتي، بيدي visibility for students مثلا، بيقدروا يصلوا إلى papers كتير وهكذا.
هنا الـ different details بتاعت الـ Creative Commons Licensing and Open Resource is licensed like attribution, non-commercial, no derivatives and share alike. كل التفاصيل دي بتقول إن أي حد عنده a document أو a content that is shared openly, it's not إن هو ملوش حق عليه, no, عنده licensing, ودي لها تفاصيل هنتكلم فيها بكرة in our event إن شاء الله. Creative Commons من أشهر license اللي بنستخدمها في عملية الـ OERs creation وفي الـ OERs materials in general. خلينا أتكلم سريعاً على بعض الـ benefits of the OER. It provides an alternative to the rising cost of education. النهاردة الـ education ممكن يكون ببلاش, ممكن يكون ببلاش, وده الإتاحة دي بالنسبة لنا هدف مهم جدا, هدف SDG أو هدف Sustainable Development Goal لليونسكو. فإحنا الإتاحة بالنسبة لنا, أنا طبعا أنا عارفة أن الزملاء هيقولوا الإنترنت ومش الإنترنت وهكذا, ولكن it's coming, infrastructure cost بيقل سنة ورا سنة. الحاجة الثانية فكرة الكولابوريشن والبارتيسيباتري تيتشنج اند ليرنينج, الناس اللي بتستخدم open content they develop, they work socially مع بعض عشان يتعلموا مع بعض and they construct knowledge مع بعض and so on. فده بيدي برضو ثقافة جميلة جدا. Learners benefit, عندهم more autonomy أو استقلالية. Teachers they save time عشان عندهم content بيقدروا يستخدموه مرة ورا مرة, بيقدروا يستخدموا strategies جيدة زي flipped classrooms. ده بيدي للجامعات برضو ميزة كبيرة زي branding والvisibility. اليونيفرسيتي طبعا when sharing learning resources, ده بيفيد كل الناس, teaching staff and students, كل الناس بتقدر تستفاد من الresources دي. وزي ما قلت طبعا الـ visibility والـ openness, و finally democratizing access to knowledge which is without walls. لو علا تسمحي لي أنا ممكن أسيب السلايدز في الشات بعد ما أخلص. For those who are interested, يعني عندنا a number of free portals كتيرة جدا جدا تقدر من عليها ناخد open resources زي بابون, open textbook library, connections. أنا طبعا مش هدخل على كل واحد, هسيب different pages دي, MIT open courseware, OER Commons, open access directory, open Michigan, يعني maybe some of you know this and some maybe not, University of Minnesota open textbook catalogs and so on. طبعا فكر الـ openness in a resource بياخدني to the openness of a complete course أو a complete MOOC which is the massive open online course. والMOOC طبعا بدأت في كندا في 2008 ولا زالت تتطور عبر الزمن. الموكس بترينج from a content that is passive like the X, يعني X learning basically شغال على الكونتنت, to a MOOC with a C learning style which is basically شغال على الانتراكشن between those who are working on this MOOC or studying on it. So the X MOOC is a transmissive model, teacher to learner, while the C MOOC is the teacher is a facilitator, والناس بت co-construct knowledge مع بعضها. طبعا this is considered for me and for most of us an innovation. طبعا ده بيدينا برضو practices جديدة زي استخدام الـ peer assessment in the activities عشان ناس كتير بتتعلم, rethinking the knowledge transfer زي ما قلت flipping the class, and coaching the learner, الأدوار بتختلف مع الوقت. طبعا نقدر نشتغل على الموكس على small scale with what we call SPOCs, small private open courses في التعليم النظامي. The all reality in the MOOCs, an open resource will be free forever with open access. طبعا the resources of the author can or the author can revoke the access, ماشي, بس هو إذا أتاحه مرة فهو مش عشان يشيله, فبالتالي صاحب الثقافة دي most likely هيخلي الكلام ده. الopen access limits the sharing, لا هو مش بيعمل له limitation قوي, بس بيعمل له نوع من أنواع التقنين حسب اللايسنس اللي بستخدمها. We can remix and we can recontextualize. اسمحوا لي في الدقائق الأخيرة أدعو حضراتكم غدا إلى initiative هامة جدا إحنا بنطورها على المستوى القومي, مش القومي actually, الإقليمي يعني, actually أكتر من الإقليمي يعني. أنا أتصور المينا the past الإقليمي علشان المستوى الإقليمي هقول الشرق الأوسط, ولكن احنا على مستوى المينا we are launching an initiative بالشراكة مع جامعة سوسة under the umbrella of one of our projects اللي هو Let's Learning Labs, اللي هو short for Lebanon, Egypt, Tunisia and Switzerland Learning Labs.
اند هو الغرض من التشالنج دي زي ما علا حبيبتي عملت التشالنج بتاع اطول حوار الكتروني، انا عامله التشالنج بتاع نطور 100 ريسورس من بلادنا في 100 يوم علشان نساعد الناس في الكوفيد ونساعد الناس اللي عايزه اتاحه اكتر في التعليم، وده طبعا من خلال مشروع لابس ليرنينج لابس زي ما قلت لحضراتكم. بكره انا عازماكم يوم الاثنين 1 مارس 2021 بوقت تونس الساعه 3 بعد الظهر، بوقت مصر الساعه 4، عندنا اي بانل اوف اكسبرتس، انا هتستعرض معاكم حتى اساميهم وصورهم سريعا تو جيف يو ان ايديا. ادي اللينك هسيبه يا علا برضو في الشات URLs.FREOL طبعا هو 6. عندي panels of expert، panel of expert هنعمل لهم moderation بكره، انا وليليا شنيتي من تونس، عندنا خالد برادة هيتكلم على الـ OERs، محمود خليل من اسكندريه وبيروت، actually he has the two hats، رامي اسكندر is the director of the National e-learning center in the Supreme Council of Universities in Egypt، هيفا بالحاج senior instructional designer at Qatar University، and محمد خريبي هيكلمنا an ICT access specialist، هيكلمنا برضو على different aspects of the OERs. دكتور ماهر موا is our IT arm، هو طور لنا a portal هنلونش عليه كل الريسورسز دي يوم 1 جون، هتبقى متاحة للعالم العربي وللمينا region in Arabic and English and French. This will be moderated by myself and حبيبة قلبي ليليا شنيتي. A bit of the takeaways. Please work on open resources. Work on open pedagogy. Try to know more on open assessment, open resources, open research, and open source software. All the O's are interesting. We can go for a MOOC and we can do small resources that will actually promote micro learning. مش لازم أشتغل على حاجة كبيرة قوي. والسؤال الكبير to be or not to be, that is the question. To consume or to produce, that is the question. احنا عايزين في بلادنا نproduce resources not to consume only. So join us in OER Week at MENA initiative بكرة إن شاء الله. Well, I thank you very much. مرسي مرسي يا علا. And allow me to salute، أنا شفت الأسامي، دكتورة أمل كرم من مصر أهلا بحضرتك. My dear friend أهلا بيك يا دكتور. دكتور نريمان حاج حمو أنا شايفاك وأهلا ليكم جميعا وبشكرك بشكرك بشكرك يا علا. Thank you very much. Good luck in all your endeavors. شكرا دكتور غادة، يعني ما في شيء نزيد على اللي قلتي. ثروة ريشاز سي بروفون سي توت افي فركتيو. كثير حبيت الفكرة، مجرد التيتغ هو بيعطي فكرة قد ايه سي جينيرو قد ايه سي اونورو اوبن ريسورس سي سا. يعني اون فيت ما هيدا ما منه يعني خيار بياخده حيا لحدا، خاصة بالمجتمعات العربية المنغلقة يلي بتعتبر شغلة لإلها، وأنا إذا نزلت شغلة ممنوع حدا ياخدها. ألوغ سي كيلكو شوز دو ريفوليسيونير دان لي كونسيبت نيس با، سيرتو أو نيفو دو ليدوكاسيون، كار اون فيت كونت أون بارتاج أن إكزامان أفيك لي كوليغ أون دي أه فريمون تو فا مونفايي تون إكزامان، مي وي ألوغ تو بو شانجي، تو بو نو با أمبلويي، تو بو فار كام. ألوغ سي كوم سا كون أبران. Justement, احنا شفنا دي براتيك ان ايجيبت فريمون تو بو با ايماجيني، يعني بعض الزملاء كانوا بيحطوا سور لي بلاتفورم الكونتوني، زملاء دي بروفيسور يحطوا للطالب علشان يشوف الكور، وبعد ما الكور يخلص دون زينور مثلا يشيلوا ريسورس تاني. ليه بروفيسور عملت كده؟ الطالب يعني محتاج الباوربوينت، محتاج التكست، محتاج ده، محتاج ده. نو جو بو با باسكو هياخده باسكو يل فالو بارتاجي، يعني فريمون دي شوز ما تقدريش تصدقيها يعني. ف غير كده يعني انت لازم واجب علينا زي ما احنا بناخد من الانسانيه. شوفي هي سايكلز، انا بنظري يعني في فتره كان العلوم كانت عربيه واسلاميه والناس استشرقت عشان تتعلم منها، واحنا ادينا كتير للانسانيه. دلوقتي احنا بناخد كتير من الغرب، ما ينفعش نفضل العمر كله كده، لازم نبتدي نلعب دور تاني في انتاج العلوم وهكذا. فانا بشوف ان عندنا كتير ندي للانسانيه، ما ينفعش نبقى كونسيومرز وبس. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est l'esprit de l'équipe, la collaboration, le travail collectif qui devient très fructueux. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour le temps que vous avez accordé. Et à très bientôt, Liban, j'espère. Oui.
جيسبر جيسبر ما اوسي، بتهيألي ناريمان كانت عايزة تقول حاجة. وي لا لا والله ما بدي اقول شيء، بس بدي اسلم عليكي. يا حبيبتي هلا اهلا دكتور فيك، ناريمان، اهلا فيك يا دكتور الله ناريمان. يسلمك. تيك وثاني كير. عايزه اجي لك، عايزه اجي لك دبي اخذ الفاكسان يا ناريمان، خايف اخذه في مصر. اهلا وسهلا، انا اي هاد تو شوتس. اهلا بيك يا حبيبتي، اهلا بيك، ميرسي بوكو، ميرسي شكرا ميرسي. دكتورة غادة، شكرا على المعلومات القيمة وعلى السخاء والكرم الوافر بنشر التوعية والتعليم والتربية، وهيدي رسالة نبيلة من مصر للإنسانية، وإن شاء الله الكل يتعلم من هيدي الإنيسياتيف. Thank ميرسي you بوكو، Allah. Thank you very much. Thank يا you for باي. you. Thank you كمان to Monsieur Khalil. مسيو خليل، موقع ليبانون نيوز أونلاين يلي نظم هيدا الحوار The الإلكتروني. news شكرا online طبعا لحضورك، طبعا. شكرا جزيلا. شكرا لك.